قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستقرار الرأي الشهري فيما السلام عليكم. قضيتنا النهاردة من مدينة طوخ بمحافظة الدقهلية وبتعود أحداثها لشهر سبتمبر 2021. تقدر تقول عنوان كده سريع لقضية النهاردة بين قوسين كده غدر الصحاب. قصتنا النهاردة بتجسد المعنى الحرفي لمقولة احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. تبدأ أحداث القضية بصداقة بين محمد أبو العز وأحمد عاطف. أحمد عاطف مهندس وعايش في مدينة طوخ، ومحمد أبو العز صاحب مصنع بلاستيك في مدينة المنصورة. أحمد عاطف كان مدي لمحمد أبو العز مبلغ مالي كبير علشان يشغله له في مصنع البلاستيك نظير أرباح شهرية، لكن في الشهور الأخيرة محمد أبو العز ما بقاش يدي أحمد عاطف أي أرباح، وقال له معلش الشغل مش كويس والدنيا واقعة والحياة مش مظبوطة معايا، فأصبر عليا شوية. أحمد عاطف وبما إن هم أصدقاء وبما إن الفلوس اللي مدهاله دي بيشغلها على المكسب والخسارة، قال له مفيش مشكلة، زي ما خدت منك مكاسب هستحمل معاك الخسارة. أحمد عاطف كان متجوز وعنده ولد اسمه سليم وزوجته حامل، وفي الشهور الأخيرة ابتدى يطلب من محمد أبو العز بعض الأموال علشان مصاريف الولادة. محمد أبو العز مطله مرة واثنين وثلاثة، لكن آخر مرة أحمد عاطف قال له مش هينفع تأجل المرة دي، أنا محتاج 80,000 جنيه ضروري جدا، مراتي هتولد الأسبوع ده ومش هينفع إن أنا أأخر الولادة. قال له خلاص تعالى نتقابل وإن شاء الله هدبر لك المبلغ. وبالفعل أحمد خرج من البيت وخد ابن سليم معاه عداه على بيت والدته، وبعدين راح لصديقه محمد أبو العز علشان ياخد منه 80,000 جنيه. ركب معاه السيارة وقال له هنروح مشوار نجيب الفلوس، وعلى كوبري المنصورة السيارة اتعطلت. في الوقت ده زوجة أحمد عاطف اتصلت بيه قال لها معلش أنا واقف مع صديقي محمد على كوبري المنصورة علشان السيارة عطلت، وأنا رايح أنا وهو هو نجيب الفلوس. وبعد كده انقطع الاتصال تماما بزوجته لأن التليفون بتاعه اتقفل. زوجته حاولت مرة واثنين وثلاثة مفيش أي استجابة، دخلت على الكمبيوتر بتاعه وقعدت تبحث عن أرقام أصدقائه لما لقت رقم محمد أبو العز اتصلت بيه وقالت له يا محمد دلوقتي أحمد مجاش، هو راح فين؟ قال لها ازاي أنا اديته 80,000 جنيه وركب تاكسي قدامي من أعلى كوبري المنصورة ومشي على أساس إن هو هيروح. قالت له لا مجاش لغاية دلوقتي. قفلت معاه وبرضه فضلت تتصل بجوزها لكن مفيش أي استجابة. النهار طلع ما لقتش أي مفر غير إنها تبلغ أبوه وأمه، وبالفعل الأب والأم لما عرفوا وبلغوا الأهل والمعارف ابتدى الجميع يبحث عن أحمد عاطف، وصديقه محمد أبو العز هو كمان جه على البيت وقعد يبحث معاهم وبلغوا الشرطة اللي بدورها ابتدت برضو تبحث مع الأهل. الشرطة حققت مع محمد أبو العز اللي قال نفس الكلام اللي قاله لزوجة أحمد عاطف وقاله لأبوه وأمه لما راح لهم البيت نفس الكلام، اديته 80,000 جنيه وعدى الناحية التانية ركب تاكسي ومشي ومعرفش راح فين. استمر البحث عن المهندس أحمد عاطف اللي محدش عارف هو راح فين، وعدى 11 يوم بالتمام والكمال إلى أن تلقى قسم شرطة المنصورة بلاغ من العمال اللي بيشتغلوا على جرافات بينظفوا النيل، قالوا إنهم عثروا على جثة شاب 30 عالقة في ورد النيل. إحنا عارفين إن ورد النيل ده حاجة كده بتطلع
بتطلع في النيل، ومن وقت للتاني العمال بيروحوا بالجرافات علشان يشيلوه علشان يسهلوا مجرى المياه. احمد عاطف ولحسن الحظ لما وقع من فوق الكوبري اتعلق في ورد النيل ده، والتيار ما جرفوش، لان التيار لو كان جرفه كان ممكن ما يعصروش على الجثه. المهم لقوا معاه الاوراق، والشرطه عرفت ان هو احمد عاطف، استدعوا اهله علشان يتعرفوا عليه، وهنا شكوك الشرطه كلها انحصرت في محمد ابو العز وتم القبض عليه. في البدايه انكر تماما ان هو يعرف اي حاجه، وقال انا ماليش دعوه، وقال نفس الكلام اللي هو قاله في البدايه، لكن بتضييق الخناق عليه اعترف بكل حاجه. قال لهم انا كنت واخد منه مبلغ مال كبير وكنت بشغله في البلاستيك، لكن حصل لي ضروب في الشغل وبقى المصنع ما يشتغلش وما بقتش اكسب، وهو ابتدى يطلب فلوسه او جزء من فلوسه وما قدرتش أدهوله، طلبوا مرة واثنين وثلاثة، ومن كتر إلحاحه عليا آخر مرة اتصل بيا طلب فلوس وصمم إنه ياخد 80,000 جنيه، وأنا ما معيش المبلغ ده، فاختمرت في ذهني الفكرة وقلت أنا هجيبه وهقتله، وبالفعل قلت له تعالى أنا جهزت لك الفلوس. جالي لغاية المصنع قلت له تعالى الفلوس مش هنا، دي في مكان تاني، تعالى نروح نجيبها. ركب معايا العربية واحنا ماشيين وفوق كوبري المنصورة، تظاهرت ان العربية اتعطلت بيا ونزلت وفتحت الكبوت، وهو كمان نزل ووقف جنبي، وبعدين وقفنا بجوار سور الكوبري. اول لما لقيت الطريق فاضي ومفيش اي عربية معدية زقيته من فوق الكوبري. النيابة وجهت لمحمد ابو العز تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتلصد، وبدأت جلسات المحاكمة، والأم والأب بيدعوا عليه في كل جلسة، والزوجة اللي كانت بتولد بالفعل ولدت ابنها، ولكن للأسف اتولد الطفل يتيم. جلسات المحاكمة استمرت من سبتمبر 2021 لفبراير 2022، إلى أن حكمت المحكمة بتحويل أوراقه إلى فضيلة المفتي اللي بدوره صدق على حكم الإعدام. وبعد الحكم محامي محمد أبو العز عمل نقض، واستمر النقض حوالي سنة. في فبراير 2023 تم رفض النقض والتصديق على حكم إعدام محمد أبو العز. وزي ما قلنا في البداية إن القضية دي تطبيق حي لمقولة احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة. ودي كانت حكايتنا النهاردة، اشكركم على حسن المتابعة وألقاكم على خير، واترككم في رعاية الله وأمنه. كان معكم خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.